مساء الخير أعزائي مشاهدين برنامج بنت اسكندرية. هنتكلم النهاردة عن مشكلة، بس هي مش مشكلة عضوية ولكنها بيطلق عليها حزن الجسد. بعض الضغوطات اللي بنمر بيها من قلق أو توتر في حياتنا اليومية بتخلينا نصاب ببعض الهالات من الهلع أو الخوف، قد تؤدي إلى بعض المشاكل الصحية. عشان نتجنب إن هي توصل للمشكلة الصحية دي، معانا ضيفتنا النهاردة أستاذة منى عكاشة، استشاري علاقات أسرية وصحة نفسية. بنرحب بيكي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. قولي لنا بقى، ايه هو التوتر النفسي والقلق النفسي، عباره عن ايه؟ الاول انا سعيده جدا ان انا النهارده ضيفت البرنامج، وبشكركم على الحلقه المفيده دي. احنا عندنا كتير بيعانوا من التوتر النفسي او القلق النفسي، او يقول لي انا عنده ستريس. عندي ستريس يعني ايه؟ ضغط نفسي نتيجه لظروف معينه هو اتحط فيها. طبعا احنا عندنا كل الاطفال او كل الشباب في سن المراهقه مسؤوليات بتحطه في الاستريس ده. الستريس دوت ناتج عن ايه او ايه السبب في دوت؟ هو ده رد فعل طبيعي لاي جسم. الجسم لما بيتحط في ظروف معينه بيفرز هرمونات، الهرمونات دي بتخليه هو تحت ضغط معين. نتيجه بقى للضغوط الماديه، نتيجه لظروف العمل، ضغوط العمل، نتيجه لوضع خوف اتحط هو فيه او موقف اتحط فيه هو مش قادر يتصرف. فده كله بيخلي عنده توتر او قلق نفسي. التوتر والقلق النفسي دوت بيوصلنا لحاجات كتير، ليه اعراض كتير جدا وليه اسبابه وليه كمان يعني سايد افكت، يعني ليه كمان بيأثر على الصحه ازاي. هو امتى بقى بيكون دوت؟ هو الشعور اللي الواحد لما ما بيقدرش يعني يتواكب مع العصر، او يعني او عدم القدره على ان هو يكون في موقف ويواجهه، ما يبقاش عنده الشجاعة ان هو يواجه اي موقف، فبيتعرض تحت الضغط، بيتحول لتوتر، والتوتر بينعكس على كل اجهزة الجسم للأسف. بيطلق عليه بانيك اتاك. بالظبط. لكن احنا الفترة اللي فاتت لقيناها ابتدت تظهر بطريقة كبيرة عند الشباب، الشباب في الجامعة. يمكن معظم الشباب اللي بتعامل معاهم بيقولي لا احنا واقعين تحت ستريس، واصلين لحتى الاكتئاب. طب يا جماعة، طب احنا ممكن ده يوصلكم كمان لامراض عضويه، لان في انعكاس. احنا ممكن نتحكم فيه، ممكن نعرف اعراضه واسبابه، وممكن نعرف كمان ازاي نعالجه. طيب قولي لنا بقى اسبابه. قولي لنا بقى كده، نبتدي باول حاجه. عايزين بصي نفصص القلق والخوف بحيث ان احنا نواجه المشكله دي، يعني هو احسن حل ليها المواجهه. طبعا. علشان كده انا بقول ان دايما لما بيجي لي حد يقول لي انا عندي ستريس او عندي اكتئاب او عندي توتر عصبي، اقول له طيب احنا لازم بنرجع بقى. طبعا في من ضمن الاسباب الواضحه جدا في حاله التوتر القلق النفسي في عوامل وراثيه، والتفكك الاسري طبعا ده سبب من العوامل المهمه. الطلاق، حتى الحمل، يعني حتى الحمل، المراه الحامل بتقول طبعا حضرتك تلاحظي ان احنا في فتره الحمل بيقولوا في اكتئاب ما بعد الحمل، او بتمر بيه المراه نتيجه لظروف وهرمونات معينه هي تغيرات في جسديه. ادمان المخدرات او برضو ده سبب. هل السوشيال ميديا ليها تاثير في زياده حالات الاكتئاب؟ يعني ده يشوف ده عنده حاجه مش عنده، ده يشوف موقف، يعني قولي لنا ده ليه تاثير. اكيد طبعا. السوشيال ميديا طبعا انا لسه بقول لهم هو سلاح ذو حدين، هو سلاح ايجابي اذا استعملناه في الايجابيه، واحنا يعني حاولنا ان احنا ناخد منه، يعني نجيب كتاب نقراه على السوشيال ميديا، ندخل على مواقع مفيده، نتعلم شغل. ما عادش حد تقريبا دلوقتي بيقرا، كله بقى معتمد على التليفونات وبس. حتى الاخبار بيجيبوها كلها من التليفون. وحتى السوشيال ميديا لو تلاحظي احنا كنا بنقول لهم دلوقتي لو ولي الامر عايز يجمع الاسره كلها، عشان احنا ما بنتجمعش، بس احنا فقدنا هويه التجمع كاسره، فاحنا عايزين نجمعهم، بيقفل الواي فاي عشان كلهم يطلعوا من الاوضه ويتجمعوا. بالظبط زي ما كنا زمان بنتجمع على نفس الترابيزه، على نفس طاوله الاكل كلنا بنتجمع. طيب دلوقتي هو كل واحد بقى مشغول في حياته، حتى الزوج والزوجه كل واحد مشغول في حياته، ماسك الموبايل بتاعه، الاولاد نفس الحكايه. ده بيخلي عندهم عدم انتماء او عدم شعور بالمسؤوليه تجاه البيت. لا احنا بنتجمع، لازم يكونوا عارفين ان احنا في وقت بنتجمع فيه كلنا للاكل، في وقت احنا كلنا بنتجمع للخروج، في وقت لازم تسيبوا الموبايلات. فده كله بيخليك انت لا مش هو بيدخلهم كمان في مود اكتئاب. يعني معظم الحالات برضه اللي بتجيلنا بتفاجئ بيها
بتكتبها بتقول لي لا احنا منعزلين عن الواقع، احنا منفصلين عن الواقع، عايشين في عالم الميديا وفي عالم الخيال، ولما بيجوا يواجهوا الواقع بيحصل لهم بقى حالات التوتر دي. الشباب بقى في حاجه انت بتزود توتر والقلق النفسي من كتر ما انت شايف الميديا برضو بقت سلاح، يعني بينجح ناس هي مش ذات قيمه، وناس شو اكتر شو بالظبط. الشو دوت بيعمل عند الشباب ضغط مضاعف، ان انا ازاي انا عايز اوصل، ده نجح، ده عمل كذا، طب انا اوصل لدوت ازاي، طب انا هعمل زيه، طب انا هشتري فانز، طب انا مش عارفه، طب هحاول اخش اعمل على اليوتيوب شانل، طب ما هو ده دخلك في مود انت عملت ايه عشان تقدر تكون انت كويس، رحت اخدت شهادات ايه، رحت اتعلمت ايه، دعمت نفسك ازاي بالظبط، اشتغلت على نفسك ازاي. صح. احنا دلوقتي بنعلي القيمه بتاعه الشغل على النفس، ازاي انت ازاي تشتغل تطور من نفسك. مهمه جدا عشان هما بيشوفوا النتيجه وما بيشوفوش الوسيله اللي الناس تعبت على ما وصلت للمرحله دي. بالظبط، فحقيقه فعلا بالظبط. في حاجه كمان يعني يمكن برضو الحاجات اللي بتاثر على التوتر والقلق النفسي، المشكلات اللي بيمر بيها الانسان في الطفوله. ممكن يكون مر بتجربه معينه في الطفوله، بحدث معين هو بيخلي عنده في الذاكره او في اللاوعي بتاعه يعني باك جراوند، خلفيه مش حلوه، لما بيجي يكبر وبيتعامل بيحس ان دي مطرداه، الحدث ده مطرده، فبرضه ده بيخليه في توتر نفسي. غير بقى ان هو طبعا يعني في بعض المشكلات الجنسيه، في بعض الاضطرابات الهرمونيه للمراه او للرجل، في بعض الادويه اللي بناخدها بتعرضنا للتوتر. كل دوت يعني طيب قولي لنا يعني اعراضه، احنا شفنا اسبابه كده لمينا بيها تقريبا اعراضه. طبعا هو اعرف ازاي ان اللي عندي ده او الابن او الابنه او كذا ده مصاب بمرض التوتر والقلق، يعني افرقه ازاي عن الشخص العادي؟ من ضمن الاعراض اللي هي الواضحه جدا عندنا، احنا بنشوف معظم الناس اللي عندهم توتر او قلق نفسي مثلا بنعكس عليهم، بيجي لهم تشنجات عصبيه، ممكن مثلا حد تلاقيه يتعوج بقه، ممكن حد تلاقيه عنده تلعثم في الكلام او ابتدى يتلخبط، عنده تعرق، عنده ارتفاع في ضغط الدم، ممكن كمان السكر يزيد عنده، كمان ممكن يحصل عنده مشاكل ضغط او مشاكل صداع، ممكن يحصل عنده الام في المعده. كل دي من ضمن الاثار الجانبيه اللي هي الاعراض اللي انت مش عارف ان انت داخل في المدرسة. يعني هقول لك اكبر مثل عليه في الامتحانات. احنا بنلاقي الطلبه كلهم ولادنا في الامتحانات، عندي معدتي وجعاني حقيقه، مثلا رايح جاي على الحمام مش عارفه ايه، فهو طب ايه، او ترجيع او كده، بيظهر في حالات مرضيه، مش خوف ورهبه من الامتحان. وفي حبوب، في ناس بيطلع لها حبوب في وشها، وفي بيجي له بالنوم، في بيجي له بالاكل الزياده، في بيجي له بمنع الاكل خالص. كل دي اضطرابات بتحصل اعراض التوتر وانت مش عارف. التوتر ده ممكن يؤدي الى الاكتئاب، ممكن يؤدي الى كمان يعني امراض تانية. فعشان اصنف ده لازم اكون متاكده ان الـ يعني مفيش اي سبب عضوي هو سبب في التوتر والقلق. هو فعلا ممكن يوصل للاغماء، يعني دي حاجه بقى مهمه جدا واحنا عايزين نلقي الضوء عليها النهارده في برنامجك، ان التوتر والقلق النفسي فعلا بيؤدي للاغماء. لكن انا بقول اول حاجه ان لازم اتاكد ان مفيش اي اسباب عضويه، يعني مفيش امراض قلب، مفيش امراض سكر، مفيش ارتفاع في ضغط الدم. اما بعمل التحاليل دي كلها وبتاكد ان مفيش سبب عضوي، فبيكون السبب الرئيسي والاوحد هو التوتر والقلق النفسي. طب بيؤدي للاغماء؟ بيؤدي للاغماء، وكمان الاغماء دي لفترات طويله. ويمكن انا صادفني يعني من اصعب الحالات، كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما ندخل على الهواء، كنت اسالك لسه على اصعب الحالات اللي مرت عليكي بقى كمعالج نفسي. اصعب حاله هي حاله دكتور علي حسن سلمان من الامارات، يمكن هو يعني دكتور، يمكن حد من اصدقاء والناس المحترمه جدا اللي عرفتهم، لكن هو بيصاب، يمكن عنده حاله نادره، بيصاب باغماء. الاغماء ممكن تقعد لفترات طويله، ممكن لايام. احنا الشاهد في الامر هو ان احنا نشوف حالته النفسيه كانت قبل الاغماء ايه، يعني ممكن هو ده يعني كان في ضغط نفسي، كان في حزن، كان في احنا بنعرف بقى لما بيفوق
بنقارن هو قبل الاغماء بالظبط كده ايه. دكتور علي حسن سلمان يمكن اتعرض لتحاليل وفحوصات كتيره جدا في المستشفى الامريكي وفي المستشفى وفي الياباني واليوناني، لكن هو وصل لان حالته فعلا نادره وتستحق الدراسه، تستحق الدراسه. يمكن اما نشوف الفيديو هنعرف حجم المعاناه اللي بيعانيها هو في الفتره دي. فاحنا لقينا ان الاغماء يعني لو مش حد عارف الحاله ممكن يحكم عليه ان هو حاله موت. فهو بيحاول ان هو يشرح حالته لان بنخش في مساله اللاوعي. طب قبل الحدث كان في ايه؟ هو متاثر بحاله نفسيه ايه؟ ففعلا التوتر النفسي ممكن يؤدي الى طيب. هنطلع نشوف تقرير حاله دكتور علي حسن سلمان ونرجع لكم تاني. بصورة مختصرة، بعض القنوات طلبت مني أني أعرض حالتي المرضية، فطبعا أنا بعرض لكم الحالة المرضية بصورة مختصرة. هي حالة مرتبطة أكثر شيء بالاكتئاب والقلق والحزن، تؤدي إلى فقدان الوعي قد يستمر من ساعة إلى 6 ساعات. الحالة هذه كانت تجيني أول شيء كل 2 مرات، ومع مرور الأيام بدأت تجيني مثلا في الشهر 2 مرات، ومرات تجيني كل 3 شهور مرة. راجعت العديد من المستشفيات المحلية والدولية، وكانت عندهم إجابات متفرقة للحالة هذه. في بعضهم شخصوا ان هذا مش غيبوبة، هذا نوم عميق. في بعضهم قالوا قد يكون من تعدد الأدوية، في بعضهم قالوا قد يكون يعني شيء، يعني كل طبيب أعطى رأيه وكذا وكذا. إلى ما اتجهت مرة إلى أحد الدول خارج الدولة وسألتهم عن الحالة، قالوا انتم كنت تعتبر الحالة الخامسة هذه ديننا. انت اللي يحصل لك ان نسبة الاكسجين تنزل عندك لما بتحصل عندك حالة اكتئاب او قلق او حزن او كذا، وبعدين انت تفقد الوعي لمدة ساعة او عدة ساعات لغاية ما السيركوليشن الاكسجين يرجع لك مرة ثانية. فقلت لهم طيب شو الحل؟ قالوا انك قبل ما تنام لازم تستخدم جهاز يسمى CPAP، اللي هو هذا نحن قاعدين نشوفه. الجهاز هذا بيحطوا فيه ماي، ولازم استخدمه قبل ما انام كل ليله لمده 5 ساعات. الجهاز هذا ما يساعدك على النوم لكن يحسن التنفس عندك. هذا الانبوب تبعه طبعا مثل ما شايفين بيتم توصيله. وصفوا لي ايضا بعض الادويه اللي نحن شايفينها، اللي هي قد تدخل في منظومة أدوية مضادات الاكتئاب، وقالوا خذها الصبح يعني هاي ما تنوم. وطلبوا مني المستشفى مراجعتهم بعد 90 يوم على أساس يشوفوا ويقارنوا، ياخذوا الميموري كارت من الجهاز ويشوفوا إن هل التنفس من ليلة لليلة بيتحسن ولا ما بيتحسن، أو هل فيك يعني ما في تحسن بالأدوية أو ما في تحسن بالجهاز هذا. العموم هاي الحالة مرتبطة من الحالات الحديثة، يعني مثلا ممكن الشخص يوقع إذا عنده سكر مرتفع أو نازل، أو عنده ضغط مرتفع أو نازل، أو عنده ضربات القلب عالية وما هذا. لكن هي مرتبطة حديثا بدأت تصيب الأشخاص الذين يعانون من حالات اكتئاب مزمنة أو قلق أو حزن مزمن. وطبعا هاي اللي بيحصل أن دائما أن تؤدي إلى نزول نسبة الأكسجين وهبوط الشخص مرة واحدة، قد يستمر في غيبوبة لمدة ساعة أو 5 ساعات. هناك محاولات تبذل من الأطباء
لمحاولة إفاقة هذا الشخص، ولكن يعني الشخص ما يقوم لحاله بدون أي شيء. فهذا كان وصف الحالة، وهذه من الحالات الحديثة. وإذا بيكون في عندكم شيء، طبعا القنوات اللي بتعرضها فيكم تتواصلون وياها وتشوفون شو هي الحالة. وشكرا، وأتمنى الصحة للجميع. بعد ما شفنا التقرير رجعنا لكم تاني مع دكتورة منى عكاشة، بتشاركنا المعلومات مهمة وتوعية صحية عن القلق والتوتر النفسي. قولي لنا بقى ايه هو كده يعني انواعه، وايه هو علاج التوتر النفسي، او قولي لنا الاول انواعه، خلينا حاجة حاجة. طيب نتكلم عن انواع. يمكن احنا شفنا دلوقتي من دقايق شفنا حالة نادرة الوجود، وشفنا ازاي التوتر والقلق بيوصل الى حالة اغماء. الاغماء دي تستمر لفترات طويلة، وليها كمان سايد افكت على الصحة عموما، وازاي بتأثر على الجهاز المناعي، وازاي بتأثر على الجهاز العصبي للجسم. طيب نيجي لانواع التوتر. احنا عندنا نوعين من التوتر، توتر حاد او طارئ، ودوت يعني هو الاكثر شيوعا. ده بقى تحت اي ظرف وبيزول بزوال الظرف، يعني اتحطيتي في موقف خوف، موقف تقريبا رهبة. اللي اغلب الناس بتمر بيه يعني تقريبا ده كل الشعب تقريبا بقى عنده الاستريس العادي ده اللي هو صاحبنا في عايشين بيه بالظبط. ده بيصاحبه صداع وشعور بضيق في التنفس، ضربات قلب سريعه، الام في الراس، الام في المعده، ممكن ارتفاع ضغط الدم. ده بيصاحبه بعض الاعراض وبيزول بزوال المؤثر. ده اكثر الانواع شيوعا. انما التوتر بقى المزمن اللي هو بيحصل لفترات طويله زي اللي احنا شفناه دلوقتي، الحاله اللي شفناها حاله دكتور علي كانت من الحالات اللي كان لازم الناس تقف عندها وتقول هو انا ممكن اصادف كام حاله شبه الحاله دي بالظبط. عارفه ان انت تكوني في اللاوعي وبعدين ترجعي للوعي وانت مش عارفه الفتره ديت حصل فيها ايه. فدي صعبه على الانسان اصلا. لكن التوتر المزمن بقى ممكن من اشهر يعني الاعراض بتاعته، او اشهر اللي بيبرزه هو طبعا ظروف الحياه، الضغط، الفقر، العمل، ضغوط العمل، اللي قاعد دايما في الشغل في ستريس معين، في ضغط معين، دايما حاسس ان هو في قهر، حاسس ان هو في ظلم. المشاكل الزوجيه حدث ولا حرج. طبعا احنا عندنا الفتره اللي فاتت دي ظهرت حالات كتير من الانفصال، فكان دوت برضو ليه اثر ضغط على ضغط المعيشه والمسؤوليات بالظبط. بس ده كمان بيأثر على الاسره كمان، يعني بيأثر على الاب، بيأثر على الام، وبيأثر على الاولاد. فبتبقى العيله كلها محطوطه تحت الضغط او توتر نفسي. هو ده اللي خلانا يمكن نهتم شويه احنا ازاي بقى. احنا انا مهتمه بفئه الشباب ومركزه معاهم، لان هم عماد المستقبل. يعني انا بقول ان مصر يعني مش هتقام بسواعد شبابنا. فاحنا لازم نهتم بالشباب ونهتم بحالتهم النفسيه، وبالذات في يعني عايزه اقول لحضرتك كليات القمه اكثر الناس شيوعا في الضغط النفسي. حقيقة بالظبط. طيب قولي لنا، هو ممكن يورث؟ يعني ممكن الأب لو عنده توتر ومصاب بالحالة دي، ممكن الابن أو البنت يكون عندها؟ في بعض الحالات أو العوامل الوراثية بتأثر زي ما احنا قلنا في الأول، زي الحالة التوتر اللي شفناها دي ممكن برضو يعني تبقى. لا هي مش شرط وراثة، ولا الحالة دي مش شرط، لأن الحالة دي احنا يعني الطب برضو اكتشف ان هو بيكون في ظروف معينة قبل حدوث الإغماء. الظروف دي بتؤدي إلى الإغماء، يعني ظروف مثلا هو تعرض مثلا لحالة وفاة والده. في وفاة والده هو ما حسش غير لما بعد ما فاق من الإغماء بعد كام يوم. لكن انا كنت متابعاه في الوقت دوت كمعالج نفسي، فاكتشفنا. فحتى انا بساله طب الحاله النفسيه اللي بتكون فيها قبل الاغماء لازم يكون تحت ستريس معين، او مشكله معينه، او وضع معين بيخليه ينتقل الى ما بعد الاغماء، وهو بيحكي لنا انا مش فاكر حاجه بين الفتره دي. بتاثر كمان حالات التوتر دي على الجهاز التنفسي، بتاثر على الجهاز المناعي. وده بقى اللي بيخلينا نقول يا جماعه خلي بالكم من كده، يعني من نفسيه الى عضويه كده هتتنقل بقى المشكله عضويه. احنا لازم نقول لشبابنا ويعني خلي بالكم من نفسكم شويه، خلي بالنا ان التوتر دوت ما حدش يعدي عليه مرور الكرام ان هو حاجه سهله او حاجه هينه، لا دي ممكن توصلك للاكتئاب. احنا لازم ناخد بالنا ان احنا لازم نعالج دوت ونوصل لبر الامان، نوصل
نوصل ازاي لبر الامان عشان نقوي الجهاز المناعي بتاعنا. هنتبع بقى بعض الحاجات ده، احنا بندق ناقوس الخطر عشان نقول خلي بالكم يا جماعه، التوتر النفسي بيؤدي الى الاغماء، بيؤدي الى امراض احنا في غنى عنها. الضغط كمان بيجيب بيصيب بمرض الضغط، ما هو بالزبط. يعني بالزبط. الضغط بيرتفع وبيصبح ملازم بقى ليه ان هو مريض ضغط. يعني ده مريض ضغط ومريض سكر، وممكن أيوة يفضل عنده فعلا ملازمه، وممكن يكون الضغط والسكر كمان هم اثر يعني او سبب في التوتر. يعني طيب بالنسبه للتوتر اللي بيصيب بقى العروسه قبل ما يعني قبل فتراتها وهي بتجهز بقى لبيتها ولحياتها، دي برضو فتره ضغط بتبقى كبيره جدا على المقبلين للحياه. يمكن احنا لسه كنا بنتكلم مع بعض الزملاء وكنا بنقول على برنامج موده اللي اطرحته التضامن الاجتماعي، وبرنامج موده كان شرط اساسي ان احنا نحط فيه كيفية التعامل النفسي بين الزوج والزوجة. أيوة المقبلين على الزواج بقى اللي هم الشباب المقبلين على الزواج. بالظبط، لازم يكون نهيئهم نفسيا. انت داخلة جو جديد وانت داخل جو جديد، فلازم نشيل حدة التوتر والشدة اللي تبقى فيها العروسة علشان تقدر تتقبل وضع وحياة جديدة، لان من ضمن اسباب التوتر حتى الانتقال لمنزل جديد، يعني ممكن يكون حد عزل او اتنقل من مدرسه لمدرسه، هو متعود على اصحابه، غير حياته، اتنقل من النادي اللي هو بيحبه واصحابه. أيوة بتسبب له التوتر والقلق النفسي. وبنخش برضه في علاجات نفسيه مع الاطفال، وهم برضه بقول لهم يا جماعه الحل ان انتوا ترجعوه مكانه تاني، مش بيصدقوا. ايوه حقيقه فعلا، بيكون مرتبط بالمكان اللي هو سايبه. بالظبط. طيب بالنسبه لدخله الدراسه، يعني احنا خلاص دلوقتي احنا بقى مشرفين على المدارس، ودلوقتي كل التوتر بتاع المسؤوليات بالزبط. بالأسرة والأولاد يعني الاثنين، هنقول كده معاكي كبسولة للعلاج، ونحاول ان احنا نغير من نفسنا عشان نعالج التوتر او نحد منه. طيب علاج التوتر. طب احنا دلوقتي هنتفكر دايما يا استاذة هبة في الافكار الايجابية مش الافكار السلبية. أكيد. هنحاول ان احنا نستبدلها في نفسنا. هنحاول ان احنا نمارس الرياضة، ده اساسي. هنحاول ان احنا اصحابي الحلوين اللي هم انا واخده عليكي وانت واخده عليا، طب انا ممكن اتواصل معاهم يا جماعه، هم يشجعوني ويحفزوني اما ما اكون داخله في مود التوتر. يعني انا داخله النهارده في مود التوتر فلقيت نفسي حصل لي يعني موقف وقفني، يعني وقعني تحت ضغط معين، فانا بقول لي هبه الصبح والله يا هبه النهارده انا واخده، لا 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 احنا مش هنسمح لحاجه، هاخد الحافز منك. دايما انا باخد الحافز من اصحاب الايجابيين. دي حاجه. تاني حاجه ان انا بحاول ان انا امتنع عن التدخين لو انا مدخن، بحاول ان انا ابعد عن تناول الكحوليات لو انا بتناول كحوليات، بحاول ان انا ابعد عن الكافيين بكل انواعه. بحاول ان انا امارس الرياضه اليوجا. يعني احنا لو احنا قلنا اليوجا او ممارسه رياضه ساعه كل يوم بتغير قد ايه من مود البني ادم. نحاول نروح يا جماعه، مش عيب نروح لدكاتره استشاريين غذائيين او معالجين كمان، استشاري غذائي، معالج نفسي اوكي. لو استشاري غذائي بقول له ايه الاطعمه اللي ممكن تزود مود او هرمون السعاده زي الشوكولاته الشوكولاته الدارك. تمام، او اي حاجه فيها فيتامين ج. بالظبط. فاحنا مثلا شغالين بهرمون السعاده، احنا عايزين نزود ازاي هرمون السعاده عندنا. ده مطلوب جدا بالظبط. احنا بنحاول دايما ندي طاقه ايجابيه. طاقه ايجابيه للناس حقيقي. كنت بتكلم معاكي ان انا اصلا مدربه ايجابيه وسعاده، فاحنا دايما بنحاول ان احنا نبث الايجابيه والسعاده والتفاؤل في 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 كل اللي حوالينا، بس احنا نحاول نغير من عاداتنا الغذائيه. موضوع محدش يحاول ياكل وينام، يعني دايما بقول لا كل وابتدي اتمشى، نحاول نمارس الرياضه حتى لو مشي ساعه على البحر. الموضوع كبير يا دكتوره منى، واحنا استمتعنا جدا معاكي وكلنا استفدنا جدا من الحلقه النهارده ومن المعلومات القيمه عن التوتر، ويا رب كده الناس كلها ما يبقاش عندها اي توتر، ما عندهاش اي مشاكل ان شاء الله. بنشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، وبنشكر كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه مع برنامج بنت اسكندريه. شكرا.